السلام عليكم طلابي، تابع الجزء الثاني من الأكسلري سكيلتون. كنا بالجزء الأول حكينا عن السكال، عن أجزائها. الجزء الثاني منه حكينا عن الفيرتبرال كولوم، العمود الفقري والقفص الصدري. هدول الثلاثة الأجزاء اللي بيكونوا لي الهيكل العظمي المحوري أو الرئيسي. الفيرتبرال كولوم نعرف مسميات أخرى إله زي الـ spine أو الـ backbone عظام الظهر، أو الـ spinal canal عمود قناة الحبل الشوكي. بشكل عام هي بتتكون من 33 عظمة، بنسميها vertebrate أو فقرات، 33 فقرة. في الأطفال لما عند البلوغ أو النضوج بتصير 26 عظمة بالأدلتهود، لأنه بصير اندماج لمجموعة من العظمات. هدول 26 عظمة مقسمة إلى 5 مناطق، اللي هي السيرفيكال ريجون، وبتكون 7 عظمات أو 7 فقرات. ثوراسيك سيرفيكال يعني عنقية بالعنق، ثوراسيك اللي هي الصدرية بتكون 12 فقرة، اللمبر في أسفل الظهر 5 فقرات، الساكرال والكوكساي هدول آخر إشي في قريبة من الحوض أو نسميها العصعوص منطقة، مكونة من الساكرال 5، هي عظمة واحدة بس هي كانت أيام بالطفولة المبكرة كانت 5 عظمات اندمجوا لكونوا لي هاي عظمة الساكرال. الكوكساي أو الكوكسي 4 فيوزد بون مندمجين مع بعض هذول الفقرات. بحكينا vertebrae are fastened by ligament and vertebral disc. هذول الفقرات أو عظمات العمود الفقري نسميهم vertebrae fastened، مثبتة ومدعمة بالligament أربطة وبالvertebral disc بفقرات ما بينها بثبتها مع بعض. هلا شوية معلومات عن العمود الفقري. بحكي لنا انه النورمال كيرفتشر هو بشكل طبيعي مائل او له شكل اس شيب، هذا شكله الطبيعي لازم يكون. ليش لازم يكون الاس شيب؟ لانه حتى يقدر يتحمل ثقل الجسم عليه ويوزع هذا الثقل. لما بيكون شكل هيك مستقيم ما بتحمل زي لما بيكون الأسفل. فالسيرفيكال ثوراسيك لمبر اند ساكرال هدول مناطق العمود الفقري كلها مع بعض معطيتني الأسفل. increase resilience and flexibility to the spinal cord أو spine للعمود الفقري. الشكل هذا بيعطيه دعامة ومرونة و resilience هيك ليونة يتحمل الضغط. إذا كان في اختلاف بشكل العمود الفقري مش S shape بنسميه abnormal curvature، بيكون شكله غير طبيعي. ومن هاي المشاكل بتكون أسبابها congenital أو بسبب disease معين أو posture or ununique muscles، posture وقفة معينة أو جلسة معينة اعتاد الشخص إنه يعملها من هو يعني من مراحل مبكرة وتعود عليها، بصير عنده مشكلة في شكل وانحناء العمود الفقري. أو حتى أن يكون أن إيكوال ماسلز، ممكن يكون عنده ماسل سبازم شد عضل شديد، سو عمل عنده لاحقا شكل غير طبيعي بشكل العمود الفقري. من أشهر الأمثلة على هدول الـ abnormal curvatures أو الانحناء الغير طبيعي في العمود الفقري scoliosis. الـ scoliosis يعني بيكون في انحناء lateral في منطقة الثوراسيك، منطقة الصدر يعني المقابلة للصدر، بيكون انحناء على الجنب جانبي. أو kyphosis بيكون زي الحدبة، السكوليوسيس زي الحذف بنسميه هيك على جنب هيك جاي الهيكل العظمي. هلا بنشوف صور إلها. كيفوسيس الحدبة بالعربي بيكون في منطقة الظهر من الخلف هيك طالعة لبرا.
اللورديوسز بتكون المشكلة في منطقة اللمبر في أسفل الظهر وفلتة لجوا، هيك زي كأنه كيف اللورد، هيك من اسم اللورد يعني، هيك رافع راسه كتير للخلف أو ظهره للخلف والبطن للأمام، هاي بسبب مشكلة في العمود الفقري. هاي المشكلة الأولى سكوليوسيس في منطقة الثوراسيك ريجون، في هاي المنطقة بيكون انحناء على الجنب. الكايفوسيس بيكون في منطقة الثوراسيك ريجون انحناء للخلف بزيادة، فعملت عنده الحدبة. اللورديوسيس في منطقة اللمبر في آخر العمود الفقري. تمام. هلا هون هذا الشكل الطبيعي لانحناء العمود الفقري، والريجن من العمود الفقري في السيرفيكال ريجن، ما هي عظمات منطقة العنق، وهي 7 من 1 لـ 7، أو بنسميهم S7. S7 يعني cervical، ومن رقمهم S1 S2 S3 الفقرة الأولى الثانية C sorry C1 C2 C 4 5 6 7 عند ال7، فC يعني cervical. أما في منطقة الصدر اللي هي الثوراسيك ريجون 12 فقرة، وبيختصروها T T1 T2 T3 T4 T، طبعا عشان نعرف أي فقرة بالضبط فأعطوا لكل فقرة اسم لحد 12. في منطقة اللمبر L1 L2 L3 L4 L5، يعني هاي المنطقة القطنية بالعربي بسموها. الساكروم حكينا هي عبارة عن عظمة واحدة مكونة من اندماج 5 عظمات أو فقرات، والكوكساي ونرمز لها S S1 S2 S3 S4 S5، بس كلها مع بعض قطعة واحدة، عظمة واحدة. الكوكساي بنسميها CO1 CO2 CO3 العصفور هذا في الأخير. أيوه تمام. طيب فائدة إن نكون عارفين هاي العظمات أو الفقرات وأسماءها ومسمياتها أو ترقيمها، لاحقا لما بنحكي عن الجهاز العصبي رح نحكي عن الجهاز العصبي المركزي، رح يطلع من هون أعصاب، شايفين إلها أماكن مخارج للأعصاب من الـ spinal cord في الوسط، فبدنا نكون عارفين أماكن هاي الأعصاب من وين بتطلع. أسمية المناطق مهمة: cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coxae. بحكي لك الكاركترستيك لهدول الفقرات بشكل عام، كونوا عارفين شكل الفقرة، كل فقرة من هاي الفقرات. typical vertebrum consist، الشكل المثالي أو الشكل العام للفقرات إنها بتتكون من centrum نسميه البودي هذا، ومن arc هذا اللي تحت سنترم اللي هو هذا أو هذا، وهذا كله أرك، هذا الشكل العادي. الأرك مكون من سبينوز وترانسفيرز بروسيسز. سبينوز بروسيسز يعني زائدة في الوسط، هاي سبينوز نسميها، والترانسفيرز هاي وهاي بالعرض، هيك جايين عرضيات. بروسيسز زوائد زي ما حكينا، وكمان فيها vertebral foramen. ال vertebral foramen هي ناتجة من اتحاد الارك مع البودي، وهي مكان أو فتحة لمرور ال spinal cord. هاي أي إشي بالأزرق هدول اللي هي مناطق articulate facet بنسميها، يعني مناطق زي الجوينت ترتبط بعظمة ثانية، هدول الأزرق بيرتبط بفقرة ثانية، بعظام القفص الصدري، بأي عظام ثانية، فبنسميها articulate facet، وجه لارتباط العظم. كمان هاي من الفقرة من خصائصها انها flat rounded body، عندها هاي البودي هذا flat rounded بيكون مسطح ومدور. سبينوس سباينوس وترانسفير بروسيسز زوائد
عرضية وأمامية للأعلى عادة أول فقرة، أول فقرة بالسيرفيكال اللي بنسميها أطلس، ما فيها، ما بنلاقي فيها هدول الزوائد، نلاقيها بدون زوائد. والفورمن طبعا فيها فتحة لمرور العصب أو الحبل الشوكي أو السباينال كورد، عادة الساكروم والكوكساي ما فيهم هاي الفورمن. ولا بشكل عام كل الفقرات مثل هذا الشكل، عادة أطلس اللي هي العظمة الأولى بالعمود الفقري أو الفقرة الأولى بالعمود الفقري ما فيها processes، والكوكساي والساكروم ما فيهم فورمن. ونشوفهم هلا، حكينا the first cervical vertebral is called atlas، أول عظمة بالعمود الفقري بالسيرفيكال في منطقة العنق ما بنسميها أطلس، والعظمة الثانية بنسميها الأكسس. The thoracic vertebrae have articular facet for the rib. كنا إنه الفقرات المنطقة الصدر ال thoracic region فيها articulate facet، فيها مناطق لارتباط الريبس، ترتبط فيها الريبس. هاي شايفين هاي وهاي لا الريبس اللي هي الأضلاع ترتبط فيها، بترتبط الضلع بيطلع من العمود الفقري وبلف على منطقة الصدر. طب لما بده يطلع من منطقة العمود الفقري مع شو بده يرتبط؟ مع هدول الفيسات اللي هي مناطق الجوينت زي ترتبط فيها الريبس. تمام، فبحكي لنا هاي الفيرتبرا articulate with each other، هدول الفقرات ترتبط مع بعض by fibrocartilage، بكارتلج اللي هي غضاريف ليفية، والligaments and joints هاي طريقة ارتباطها مع بعض in addition to articular processes، بالإضافة لزوائد عظمية تسمح لهم إنهم يرتبطوا مع بعض. هاي شايفينهم هدول اللي هون، هاي عشان ترتبط بالفقرة اللي قبلها واللي قبلها ترتبط واللي قبلها، وبيساعد على هذا الارتباط الفايبروكارتليج ليجمنت وجوينت. هاي مقارنة بين السيرفيكال والثوراسيك واللمبر، كيف الفقرات بتكون موجودة. مهم المقارنة، ما في داعي أقرأها لأنها واضحة، كيف البادي هون بيكون سمول، هون بيكون لارج، هون أكبر إشي اللارج اللمبر، الفورمينا تكون هون في عندها تو ترانسفيرس وأعراض، هون ون فيرتبرال، وهون مناطق شايفين ال spinous processes بتكون هون طويلة. بس بدي أركز على هاي المنطقة اللي هي مناطق لأنها هاي thoracic vertebra اللي هي فقرات منطقة الصدر، بيطلع منها أو بيرتبط فيها الريبس، بيرتبط في الارتيكولات فيست هدول واضحين. أتوقع إنها واضحة هاي المقارنة. خلينا نشوف الساكرال and the cocci. حكينا هي عظمة واحدة تكونت أو نتجت من اندماج، مثلا زي هون الساكرم من اندماج 5 عظمات S1 S2 S3 S4، وطبعا ما فيها فورمين زي ما شفنا هون، هاي بجوز هاي باللمبر ما فيها فورمين، ما فيها فتحة، شايفين زي ما انتو شايفين هاي articulate processes وفيست هون بيرتبط الفقرات فوقها فيها. الكوكساي هدول مكونة من 4 عظمات CO1 CO2 CO3 CO4 وما فيها فورمين. خلصنا العمود الفقري. الجزء الثالث من الأكسلري سكيلتون، من الجهاز أو من
الهيكل العظمي المحوري اللي هي البوني توراكس أو الريب كيج، القفص الصدري. القفص الصدري مكون من سترنم وريبس. سترنم هي الوسط، هاي اللي بتكون في وسط العظمة وسط الصدر، شكلها زي الخنجر بيكون سترنم بنسميها. والريبس اللي هي زي القفص اللي حول الرئة والقلب تحميها، هاي الستيرنم. شايفينها؟ هاي الستيرنم كلها، ها هي الجزء الكبير وبعدين زي الخنجر هيك، هدول الريبس. طب نتفرج على الستيرنم شو أجزائها. مكونة من أكثر من جزء الستيرنم. الجزء العلوي هذا بنسميه مانيبريم، وهاي بنسميها البودي، وهاي بنسميها سايفويد المدبب، الجزء المدبب. الريبس زي ما احنا شايفين 12 ريب، 12 ضلع. نبلش بالاسترنم، known as breast bone، نسميها عظمة الصدر. شكلها زي النايف أو dagger shape، زي الخنجر. مكونة بالأساس من 3 عظمات، manubrium والبودي and the xiphoid زي ما شفناها هون بالرسمة. نرجع عليها، manubrium body and xiphoid. اللهم صل على سيدنا محمد. المانيبريوم is the upper part of the sternum articulate with the clavicle bone, the pectoral girdle and the first two ribs. بحكينا انه هاي زي ما شايفينها المانيبريوم، العظمة الأولى المكونة للسترنم، ترتبط بالكلافيكل. شايف مين اللي بيرتبط معها؟ الكلافيكل بون. الكلافيكل هي عظمة القص، هاي اللي هون على الصدر، تمام؟ الكلافيكل بون مع بعض بيكونوا لي اشي بسموه حزام الصدر، بسموه البيكتورال او الحزام او البيكتورال جيردل. بيكتورال جيردل يعني الشولدر او حزام الكتف او حزام الصدر اللي بدكم اياها، مع ستريب هو تو ريبس كمان غير الكلافيكل بيرتبطوا بالمانوبريم. فالمانوبريم الكلافيكل، الرب الأول والرب الثاني بيطلعوا منها. البودي، the body of the sternum mid portion هو الجزء الأوسط، articulate with the second to the seventh rib، بترتبط فيها articulate زي ما حكينا، يرتبط بها من الرب 2 ل 7. بتحكوا لي 2 ما هي مع المانوبريوم، زي ما انتم شفتوها ما هي بين المانوبريوم والبودي، هيها 2 شيء بالنص، جزء مع هاي وجزء مع هاي. فمن البودي بيرتبط 2 و3 و4 و5 و6 و7. هلا اللي بترتبط ارتباط مباشر مع الستيرنم بنسميها ترو ريب، اللي ارتباطها غير مباشر زي 8 و9 و10 هدول ما بيرتبطوا ارتباط مباشر، يعني مش لامسة الرب، هي لامسة الريبس اللي فوقها بس مش لامسة الستيرنم نفسها زي ما انتم شايفين 8 و9، هاي بنسميها فولز ريب، يعني ارتباطها مش 100% مع الستيرنم، مش مباشر، تمام؟ وفي 11 و12 زي ما انتم شايفين انها مش اصلا مش ماسكة الستيرنم، هاي بنسميها floating ribs، طالعة من العمود الفقري بس مش لامسة، فإذا كأنها عائمة مش لامسة الستيرنم. الزيفويد small، هي هالصغيرة، هاي المدبب، الجزء المدبب زيفويد بروسيس، بحكي لنا إنها the end of the sternum serve as attachment with diaphragm and some abdominal muscle. وظيفتها إنه نقطة اتصال مع الديافراغم، الحجاب الحاجز وعضلات البطن. نيجي للريبس اللي شفناهم،
حكينا انهم 12 بيطلعوا من الفيرتبرال كولوم او مرتبطين من الخلف بالعمود الفقري ومن الامام مع الاسترنم. كل ريب يرتبط both the body and transverse processes of its corresponding thoracic vertebra. احكي مش احنا عنا 12 thoracic vertebra نرجع فيها للعمود الفقري. حكينا منطقة العمود الفقري في عنا 12 thoracic vertebra، 12 فقرة، من كل فقرة بيطلع رب لأنه عنا 12 رب. تمام، هلأ هدول ال 12 من الأول للسابع بيرتبطوا بالسترنم زي ما شفنا هون. وينها الأول للسابع؟ من واحد واثنين ثلاث وأربع وخمسة وستة وسبعة ارتباطهم مباشر هيها بالمنطقة البيضاء هاي إنها ملامسة للسترنم، فبنسميها كوستال ريجن هاي المنطقة البيضاء أو كوستال كارتلج، ارتبطوا اتصال مباشر، فعشان هيك بنسميهم ترو ريب اتاتش تو ذا سترنم. الثامن للعاشر جوينت to the cartilage of the true rib indirectly بطريقة غير مباشرة مرتبطة بالكوستال، أيها هي مرتبطة بالكوستال ريجن بس بطريقة غير مباشرة مرتبطة بالسترنم، مش مباشرة معه زي خمسة وستة وسبعة واللي قبلهم، فبنسميهم false rib. 11 و12 مش مرتبطين أصلا بالسترنم are not attached to the sternum known as floating rib. هيك خلصنا الجزء الثاني من الابنتيك الاكسلري سكيلتون. بنكون نهينا هيك كل اجزائه، السكال الفيرتبرال بون اللهم صل على سيدنا محمد والريبس او القفص الصدري. المحاضرة الجاي بنبلش بـ the appendicular skeleton المحور اللهم صل على محمد الهيكل العظمي الطرفي بأجزاء المختلفة. يعطيكم العافية لليوم.